أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان. صفحات من الماضي. في مثل هذا اليوم في 25 من يونيو عام 2018 اطلع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على مشروع نظام العنونة الجغرافية مكاني الذي أطلقته بلدية الفجيرة والمتضمن تحديد المواقع الجغرافية للأبنية في الإمارة وسهولة الوصول إليها عبر استخدام الأجهزة الملاحية وأجهزة الهواتف الذكية. جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم في مكتبه بالديوان الأميري بالفجيرة سعادة المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة وعبد الله الحنطوبي نائب مدير البلدية وعددا من موظفي قسم التخطيط العمراني فيها. واستمع سموه إلى شرح واف حول آلية العمل المتبعة في نظام العنونة ومراحل تنفيذ المشروع ومميزاته وكيفية استخدامه ضمن التطبيق الذكي. أمر سمو ولي عهد الفجيرة بتوفير بنية تحتية ذات خدمات ذكية وبضرورة المسارعة بتنفيذ المشروع وتغطيته جميع مناطق إمارة الفجيرة خلال فترة وجيزة، مشددا على ضرورة تعاون البلدية مع الجهات المحلية والتنسيق مع الجهات الاتحادية لتحقيق ذلك بما يدعم النموذج العالمي الذي تستهدف الدولة الوصول إليه في تطبيق مفهوم المدن الذكية. ودعا سموه إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة عبر ابتكار أفضل الحلول التي تسهم في تلبية احتياجاتهم وتسهيل معاملاتهم اليومية. من جانبه أكد المهندس الأفخم التزام بلدية الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وولي عهده الأمين بضرورة تحقيق جودة حياة أفضل على مستوى الأفراد والمؤسسات، شاكرا سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه ومساندته لكل ما يخص البلدية وتذليل كل الصعوبات التي تواجهها. صفحات من الماضي.